الطويلة للذئاب يلعب ضدهم اليوم. الله على جونيور ومرور جبل. الله ترجع الكرة أحمد خلي. الله على نقلات ولا مسود على السماوي بهدفين قبل شيء. كرة بتلعب أمامية، محاولة الآن لشباب الأهلي، خطرة عن التعلق، يبحث عن الثاني، كرة بلا الله ولا تزال خطرة واحد. اتحاد كلبه يمكن في الشوط الاول اضاع اكثر من فرصه وعرضيه ملعوبه ملعبه. الله 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 ومواجهه في الدوري الخاتمه. الكره خطره. الله لوبا نور يمشي الكره الثانيه عن طريق اسلوب المدربين، الكل يلعب باسلوب، الكل يبحث عن خط النتيجة اللي يعني فيها من خلال هذه المباراة. كرة هذه خطيرة في اللقطة الماضية، في سد، في ممكن يكون خطأ في اللقطة الماضية. الكرة إلى خارج الكرة بشكل جميل يلعب نادي الاتحاد. عربي عالم رونالدو الغيت المباراه النهائيه لكاس رئيس الدوله، البطوله الوحيده اللي استثمرت فيها بطوله كاس الخليج العربي اللي كانت قبل الجائحه خطيره. هذه انطلاقه الان، مرور، يا الله ممكن الان، حلوه جميله. اليوم الاول والموسم ولقطه عمان الجوله الاولى، هذه تسديد كره بتتخلص من الايطالي جابرييل سانتيني، لكن الضغط هنا موجود، الضغط على خط دفاع اتحاد كلبه موجود. الكره تعب بنفس الرقم خطيره جدا في الايام القادمه.
جابر حتى الموسم الماضي كرة عالية للوبانو لوبانو كرة فيس وتوزي سجلوا لي فريق النصر خطيرة مريامي الله الله الوحدة عنده 13 نقطة لكن يلعب في مباراة في هذا التوقيت عندنا العين 14 نقطة